وين صرت يا ابني؟ بدنا نتعشى؟ يلا جاي 10 دقايق بكون عندك. يلا حبيبي عم نستناك. راجع مبين ما مشي الحال بينه وبينها. الحمد لله الله يبعده عن كل هالعيلة. لك انا ليش اجيت؟ فكرك مالي مشغول بالي انه يرجع ويلتقوا مرة تانية؟ يوسف بيكس الذكية منه هين، صحيح ببين خواجة بس عند المحزوزية بصير مثل جده وأسوأ كمان، عنده ظلم كتير، هو وظلمه بيكرهونا. لا تخاف على حالك، انت هلأ بحماية فارس وبحمايتي أنا كمان. الله يخليكم يا رب. بدي أسألك أبو سامر، هلأ هالة ما عندها قرايبين؟ يعني أخوة أخوات أولادهم ما عندها حدا يجي يحضر دفنها؟ أبدا ما شفنا حدا من أهلها وما سمعنا حدا عم بيحكي عن أهلها. البيك الكبير الله يرحمه كان مسيطر على كل شيء، حتى على الأحاديث اللي بتصير بين أفراد عائلته. ما كنا نشوف ببيته إلا أولاده بس، حتى لارا ما شفنا أهلها أبدا. بقولوا عنا يتيمة، بيها كان نطور فقير وإما سكرجي. أبو فوزي كان معتبر إنه الدنيا بتبلش عنده وبتنتهي عنده، إذا بيرجع هلا وبيشوف الدنيا كيف ماشي من دونه. فارس قال لي 10 دقايق وبيكون هون، يا ريت تستناه برا. حاضر. تحبي تروحي لعند خيك ولا لعند بيك بالأول؟ بدي أروح عند البابا. أصلاً هو ناطرك ومشتاق لك كثير. وين يمنى؟ سوري بس ليش هالقد لزقت سيارتك بسيارتي؟ ما فهمت شو المشكلة؟ ظهر تعال وما صار شيء. هلا عن بس باخر السهرة وقتها نطلع مزهزين ما رح نعرف نطلعهم بدون ما نطرطق الدنيا ببعضها.